الدنيا صيف والكل يريد يلعب أطفال بأسعار حلوة. اليوم دايب لكم مكان جديد وين الخوض شارع البركات بناية بنك ظفار الإسلامي بجانب بنك نزوة اسمه كيدز دوم. يقدم لك أسعار جميلة تستمتع وتمتع أطفالك بأسعار متناول الجميع. أنا بعدني ما بديت بالباقات ولكن راح أخبرك شيء، بإمكانك تحجز المكان بالكامل إذا عندك حفل عيد ميلاد وكل شيء يرتبوا لك إياه. نبدأ بالباقة الأولى، هي باقة المتاهات، راح يكلفك ريالين ونص ويلعب طفلك لمدة 3 ساعات. مكانك تترك طفلك لأن عندهم كادر نسائي يهتم بطفلك ويخليك أنت مريح بالك وطفلك في أمان. وراح تحصل على لعبة المتاهات 4 ألعاب إلكترونية مجانية، زائد في مكان يلعب فيه طفلك اللي هو بالبروجكتر، زائد مكان يقدر يرسم طفلك ويلعب بهذه اللعبة بريالين ونص لمدة 3 ساعات. وعندهم غرفة صغيرة جميلة، غرفة تعليمية، حتى الكبار بإمكانهم يجوا يستمتعوا. ولا تفوتك الفي آر لأني راح أعطيك شيء ولا بالخيال. مناسبة الافتتاح ألعاب الفي آر في ألعاب حديثة لأول مرة تنزل السلطنة، تخيل مجموعة 9 ألعاب زائد تدخل مشاهدة فيلم فقط 6 ريالات عماني. متعة لا حدود لها مع كيدز دوم لجميع الأعمار. لا يفوت.